انا دكتور ايمن رفعت، استاذ جراحه اوعيه دمويه، وحاليا بشتغل وكيل كليه الطب في جامعه بني سويف. هنتكلم النهارده، هنعرف الجمهور بمشكله القدم ما بعد جلطه الاورده العميقه للساق. دي مشكله بيتعرض ليها قطاع كبير من مرضانا، بتحصل نتيجة حدوث جلطة في الأوردة العميقة للساق، وبعدها بنسبة 15% ل20% من هؤلاء المرضى بيبتدي يعاني من قدم ما بعد جلطة الأوردة العميقة. بيبتدي العيان يحس بتقل، بوجع، بتورم في الساق اللي بيحصل فيها الجلطة. بيبتدي الجزء من الجلد اللي هو في أسفل الساق يبتدي لونه يتغير، والعيان يحس فيه بحكة وهرش، وممكن الأمر يتطور إنه يحصل فيه قرحة وريدية. مشكلة بتؤرق المرضى وبتحتاج عناية وبتحتاج اهتمام كبير جدا من المرضى. أهم بند في علاجها إن المريض يرتدي الشراب الطبي الضاغط عشان يتغلب على الأعراض دي، ويقي نفسه من حدوث التطورات بحدوث القرحة الوردية اللي هي بتبقى مشكلة مؤرقة جدا وبتطول في وقت انها تلتئم. فاحنا دايما القاعدة الذهبية في كل الأمراض، الوقاية خير من العلاج. شكرا.